السلام عليكم. أكيد كل واحد فيكم عنده حلم باغي يحققه، ولكن باغي اللي يوجهه للمدارس اللي ممكن يبدع فيهم ويمشي فيهم مزيان. اليوم أنا جيت لكم بالمدارس والمعاهد اللي بدأوا الترشيح. بقاو معايا باش نعرفوا المدارس والمعاهد العمومية التي أعلنت عن بداية الترشيح إلى حدود اليوم. إذن الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. بقاو معايا. إذن انطلاق عمليات الترشيح في المدارس والمعاهد العمومية عن بعد دون الحاجة لوضع الملف في المؤسسات الأصلية. المعنى أنه الترشيح غادي يكون فقط إلكترونيا بدون الحاجة لوضع الملف في ذاك المدرسة اللي باغي تدفع ليها. نبدأ أولا بمعاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. إذن معهد التكوين في الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقية، آخر أجل للترشيح هو 6 غشت 2020، 6 في شهر 8 2020. الترشيح غادي يكون بعد الحصول على البكالوريا. رابط التسجيل هو هذا، غادي نخلي لكم الروابط كاملين في الديسكريبسيون ديال الفيديو. إذن هذا هو إعلان المباراة، إعلان عن مباراة الولوج إلى معاهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وجدة، طنجة ورزازات. إذن هذوما هما المعاهد اللي مطلوبين حاليا واللي تعلن عن افتتاح ترشيح فيهم. نمروا لمعهد آخر، معهد الإفميا، لانستيتيو دو فورماسيون او ماتيير دو لاندستري اوتوموبيل دو كازابلانكا. هذا مثال ديال كازابلانكا، دونك معهد التكوين في مهن صناعة معدات السيارات. آخر أجل ديال الترشيح هو 28 غشت 28 في شهر 8 2020، ترشيح بعد الحصول على البكالوريا. رابط التسجيل هو هذا. ثالثا، لانستيتيو سبيسياليزي دو تكنولوجي ابليكي اوتيليير اي توريستيك، اكزومبل داكادير. دونك مباراة ولوج معاهد التكنولوجيا ديال الفندقة والسياحة. اذا معاهد الفندقة والسياحة، اخر اجل للترشيح هو 20 شتنبر 20 في شهر 7 2020، كذلك غادي يكون بعد حصول على بكالوريا 2020. رابط التسجيل هو كالتالي، وهذا كتشوفوه. كنعاود ناكد بانه غادي تلقاو جميع الروابط في الديسكريبسيون ديال الفيديو، في الوصف ديال الفيديو. مباراة اخرى هي المدرسة العليا للفنون الجميلة. اذا المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، اخر اجل هو 31 ماي 2020، يعني فات عليه التاريخ، مي يمكن يكون بوسيبيليتي انك تدفع. اذا الدفع غادي يكون فقط عبر الايميل، ليس هناك اي تسجيل عبر الانترنت. هنا عندنا مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل، يعني لو اف بي بي تي. دونك هاد المراكز ديال التكوين المهني، اذا ليس هناك اخر اجل محدد، يمكن الترشيح عبر الانترنت من الان، ولكن ايداع الملف بعد الحصول على البكالوريا. اذا هنا ممكن تسجل عبر الانترنت، ولكن الايداع ديال الملف غادي يكون ان شاء الله بعد الحصول على البكالوريا. رابط التسجيل هو هذا، دخلوا ليه وغادي تسجلوا اذا بغيتوا تكملوا القرايه ديالكم في مراكز التكوين المهني. هنا عندنا واحد لابورس، لابورس ديال فونداسيون ماروكين دو ليتوديون، يعني المنحه ديال المؤسسه المغربيه للطالب. اخر اجل باش تدفعوا ليها هو 4 يونيو، يعني غدا. اذا التسجيل عبر الانترنت فقط، واتمام الترشيح بعد الانتقال. يعني دابا غادي تسجلوا في الانترنت باستعمال الرابط التالي، رابط التسجيل، ياك، والاتمام ديال هذا الترشيح غادي يتم بعد الانتقال، لان كيكونوا لي بورس اللي هما قلالين، داكوغ، بحال دي بورس ديكسيلونس، يعني منح التميز. اذا غادي يكون تسجيل عبر الانترنت، ومن بعد غادي يتمو الترشيح بعد الانتقال عبر الرابط التالي. اذا وكنصيحة بان ارادة النجاح مهمة، اننا باغين ننجحوا مسألة مهمة، الواحد يكون باغي ينجح، لكن الاهم من هذا الشيء هذايا ارادة التحضير للنجاح. الاهم من انه نكون انا باغي ننجح هو انني نكون كندير مجهود باش ننجح، يعني تحضير للنجاح، انني تكون عندي الارادة باش نحضر. يعني ما نكونش كنقول او انا ما فيا اللي يقرا، او انا ما فيا اللي يحفظ، ما فيا اللي يخدم، او كيجيني الملل. نو، ستكون عندي ارادة التحضير للنجاح. اذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، شكرا لكم على المتابعة. قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تشكركم على التفاعل، وكنتمنى لكم كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.